غضون أعوام ستمتلئ الشبكة الاجتماعية بالموتى، وسيتحول الفيسبوك من أكبر موقع تواصل اجتماعي إلى أكبر مقبرة عرفها التاريخ. بحسب الموقع الرسمي لفيسبوك، فإن عدد الحسابات النشطة فيه تجاوزت 2 مليار حساب، وحتى آخر إحصائية تم توقيف 30 مليون حساب خلال الأعوام الماضية لأشخاص فارقوا الحياة. عدد المشتركين الذين يموتون يومياً ولديهم حساب فيسبوك أكثر من 10,000 شخص. عندما أقرأ نعياً لشاب أو فتاة على الفيسبوك، أبحث عن اسمه حتى أصل إلى حسابه، أقرأ منشوراته وردوده. هذا يعد أصحابه بزيارة قريبة، وتلك تتذمر من ضغط الامتحانات. ذاك يكتب شعراً لحبيبته، وتلك تسأل الله عمرة قبل الموت. أحلام وأمنيات، آمال ومخططات، ثم ماذا؟ ثم تأتي آية الله: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت قريب، والدنيا كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. الفيسبوك سيصبح بعد سنوات قليلة مقبرة مخيفة جدا، فأحسنوا ذكركم وانشروا العلم والسعادة ما استطعتم، فلا يدري أحدكم في أي لحظة يغادر.